تصدره للدوري العام ورجوع التصدر مره اخرى للنادي الاهلي، خصوصا ان انت لسه فاضل لك مباراه وتبقى لو ربنا كرمك وكسبتها تبقى بعيد عن اقرب منافسيك بخمس نقاط. مجموعه رسائل مهمه جدا كان بيحملها فوز امبارح. موسيماني لازال بيثبت يوم بعد يوم انه مدرب عند المواعيد الكبرى دايما حاضر. بيتسو موسيماني لازال بيبرهن على قدرته وعلى اهليته انه يكون موجود. لازال بيدي الكريدت للكابتن محمود الخطيب اللي خد الرهان في تواجد بيتسو موسيماني، ولازال بيراهن عليه باعلان تجديد بيتسو موسيماني امس للنادي الاهلي لمده موسمين. مجموعه من الاحداث والاشارات كان ابرزها طبعا الفوز على بيراميدز المنافس المباشر ليك هذا الموسم اللي لم يخسر اي مباراه قبل مواجهه النادي الاهلي، اللي كان بيحتفظ باقوى دفاع في البطوله قبل مواجهه النادي الاهلي. مجموعه من الرسائل المهمه حملها فوز النادي الاهلي على بيراميدز، واخرهم طبعا اللينك اب بقى الربط بمباراه سان داونز يوم السبت ان شاء الله. كنت بحسبك هتربط ما بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. بس فالربط ده دفعه معنويه مهمه جدا 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 قبل مباراه سان داونز يوم السبت، مباراه بتحمل الكثير للنادي الاهلي، مباراه بتحمل العديد من المكاسب للنادي الاهلي. مجموعه من اللاعبين ظهروا بمستوى كبير جدا جدا، ظهروا على الحاله اللي عاد عليهم جمهور النادي الاهلي. يمكن كان في حاله من الحزن عند جمهور النادي الاهلي بعد الخساره امام سان داونز 1-0، مصالحه مهمه جدا جدا لجماهير النادي الاهلي اللي لا زالت عند الوعد وكانت حاضره امس في الملعب بكثافه، واكدت تاني على دور جماهير النادي الاهلي مع اللاعبين. شفت المباراه ازاي؟ انا شفت المباراه ان هو الطموح الحقيقي، الطموح الحقيقي هو عند لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي لو هو لو في ناس بتقعد بتشجع على فكره ان هو انت ما تسيبوا الناس يا جماعه تحترف، الناس المحترفين لما بيرجعوا الانديه الثانيه ما حدش بيتكلم في الاعلام، الناس بتسيبها ومع ان مستواهم بيقل، وهم مع النادي الاهلي طلعوا لاوروبا ومع النادي الاهلي قدموا احسن اداء ليهم على منتخب مصر. نعم. لكن في انديه ثانيه ادائهم في خفوت. اتكلم بشكل عام. بشكل عام طبعا. لكن احنا دلوقتي مع النادي الاهلي بنقدم اداء مع موسيماني بيلعب كل مباراه بزفه، وحتى في اثناء سير المباراه الراجل بيلعب بثلاث تشكيلات مختلفه. نعم. الراجل بيقدم كل شيء عشان يثبت ان هو مدرب كبير، لان لغايه امبارح حتى بعد المباراه في ناس في استوديوهات تحليليه وقنوات بتتكلم انه لا ده مدير فني اخر هو اللي مش اللي هو افضل مدير لا فني. لا يقول لك انت كسبت بالحظ. اه. اللي هو يعني ايه ان اخطاء ساذجه من لاعبي نادي بيراميدز على اساس ان الاهداف الثانيه ما بتجيش من اخطاء. بالظبط. وبعدين يعني هو لا هو الاخطاء لما يكون في مع نفس يعني انا كنت بتكلم مع الاصدقاء اللي هي يعني انا قبل المباراه ان هو احنا هنكرر نفس السيناريو